ما إن تدخل المكان حتى تستقبلك بحفاوة تحف فنية كبيرة ومتوسطة صنعتها أياد مبدعة تضع لمساتها الأخيرة عليها بين أحضان طبيعة ساحرة لتتخذ مساحتها بثقل وجدارة. هذا ما رصدته كاميرا الإخبارية ضمن ملتقى سيلين الثقافي الفني الرابع في بلدة عيون الوادي، والذي حمل عنوان أنين الشجر بمشاركة 16 فنانا من كافة أرجاء سوريا. قررنا أنا وبقية الشباب المنظمين والأستاذ علاء محمد النحات أنه يكون هذا الملتقى هو مختص فقط بالنحت. الملتقى القادم راح يكون رسم، الملتقيات الماضية كانت رسم ونحت. عم نشتغل على مادة الكينة والسنديان، وعم منحول الأنين لابتسامي. أنا شفت الكل عم يشتغل أنسة، هذا التعليق سمعته كذا مرة أنه أنتي الوحيدة اللي عاملة رجل. حبيت طلع هذا هي الحالة اللي هي أنه الرجل اللي بشوارب الشيء التراثي اللي كان عنا، طبعا بتحليل خاص مثل ما أنا بشوفه. وعي باص هو من وحي الأسطورة السورية القديمة، من الأسطورة الفينيقية. طبعا أنا اخترت عنصر السمكة بهذا العمل. أنا ما بطرح المرأة بشكل مباشر والكلاسيكي، فأنا اختزلتها بشكل السمكة، وإلى مدلولات أسطورية قديمة هي رمز الخصوبة والحنان والدفء طبعا والعطاء والخير. عنوان العمل هو قمر على عيون الوادي، يعني أنه في قمر وتحته عيون. عم حاول أطرح عيون الوادي بفكر مغاير، يعني عيون الوادي هلا هي ينابيع، بس أنا هون عم بطرح أنه عيون، فكرة عيون يعني بتكوين نحتي ضمن كتلة فراغ ظل نور والقمر من فوق، فكرة فلسفية بالنهاية. كل فنان هنا استخدم أسلوبه وفكرته بالتعامل مع الخشب وأنجز قطعة فنية هي حصيلة لأفكاره وعمله طيلة أيام الملتقى. فصلنا كتلتين، كتلة بالأعلى وكتلة بالأسفل، واحدة تعبر عن الثبات والأرض والخصب، وكتلة تانية نازلة من السماء. شوي له علاقة خلينا نقول بينقلني من مكاني هذا، من أنيني الداخلي، وبيهربني إلى مكان ممكن يكون في راحة أكثر. فرسان الفن صنعوا كما كل عام حدثا جميلا ومميزا بتجمعهم وتعاونهم وبجمال أرواحهم وبشغفهم اللامحدود، مؤكدين ومصرين على الاستمرار بصناعة الفن والجمال. من ملتقى سيلين الثقافي الفني الرابع في بلدة عيون الوادي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.